السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. يقول ابن سيرين: الأصل في رؤية الميت في المنام النظرة إلى فعله، فإذا كان يفعل خيرا فهو يحثك على مثله، وإذا كان يفعل شرا فإنه ينهاك عن مثله. ورؤية الميت في الحلم قد تدل على نهاية أمر كان الرائي يسعى فيه. أما عودة الميت للحياة في المنام فتدل على فرج بعد كرب طويل، ويسر بعد عسر، وإصلاح أمر رائي بعدما كان يشير رؤية الميت كأنه حي في الحلم إلى تحصين الحقوق واستعادتها بعد اليأس منها. ويقول ابن سيرين: رؤية الميت يصلي بالأحياء في المنام تدل على قصر عمر هؤلاء لأنهم تبعوا الموتى. أما من رأى ميتا يصلي في المسجد في المنام فهذا دليل على أمنه من العذاب، فيما الكلام مع الميت في المنام يدل على طول العمر، فمن كلم الميت دل ذلك على طول عمره بإذن الله كما يشير ابن سيرين، كما يدل ذلك على مصالح بين الرائي وخصوم الله. فيما من رأى أنه ينكح ميتا مجهولا في المنام فذلك يدل على الزنا، وإن أمن فسيعاشر رجلا منافقا يأكل عليه ماله. فيما يقول ابن سيرين أن رؤية غسل الميت المجهول في الحلم تدل على توبة رجل فاسد على يد الرائي، ومن رأى ميتا يغسل نفسه في المنام فهذا دليل على خروج أهله من الهموم. يفضل ابن سيرين حالة رؤية الميت يتألم أو يشكو المرض في المنام، وليس في رؤية الميت مريضا أو متألما خير، فمن رأى الميت يشتكي من رأسه في المنام كان مسؤولا عن تقصيره بحق والديه. فيما يقول ابن سيرين أن إعطاء الميت في المنام غير محبوب ولا يدل على خير إلا إذا أعطى الميت للحي بطيخا في المنام، كان ذلك تفريجا هم على الرائي. أما تقبيل الميت للمجهول في المنام فيدل على إقبال الخير على الرائي، ومن جهته لا يدري لا يتوقع. أما يقول ابن سيرين أن الموت في المنام يدل على ارتكاب ذنب عظيم أو موت قلب الرائي وقسوته، فيما رؤية الميت حزين في المنام قد تدل على تقصير الرائي في دينه. أما رؤية الميت متزين بالحل والثياب فيقول أنه من رأى على رأس الميت تاجا أو رأى يلبس الخواتم والحلي فهذا من إشارات على صلاح حال الميت في الآخرة والله أعلم. أما رؤية الميت كغيرها من الرؤى والأحلام لا يمكن التعامل معها كدلالة مطلقة على الخير، وذلك لا يمكن التعامل معها كدلالة مطلقة على الشر، فلكل حال معها تفسير. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وتفسير جديد إن شاء الله.